السياسة. من أهم الحاجات اللي فقدناها في تونس في السنوات الأخيرة بالإضافة للاستقرار السياسي والتنمية والتشغيل والرعاية الصحية والازدهار الاقتصادي والثقافي وقيمة العمل. بل أنا ما نعمل إضراب نأدي واجبي. شنو المطفف اللي هو يخلص على 8 سوايع ولكن يخدم في قداش؟ يخدم في ربع ساعة. وبالإضافة أيضا إلى روح الوطنية والتحاور. أما الحوار الذي يوصف بأنه وطني كما كان الشأن في السابق فلا هو حوار ولم يكن وطنيا على الإطلاق. قلت من أهم الحاجات اللي فقدناها هي الاحترام، وكيف يغيب الاحترام مع ناس ما يحبوش الاحترام، ما يحبوا الاحترام، تبعدني أحمر الغام، ما يحبوش الاحترام وما يعرفوش معناتها كلمة الاحترام اللي تتكتب بالإنجليزية هكا وتتكتب بالعربي طا ب واو ب ي. وما تلوموا كان رواحكم سي قايس سعيد. عفوا سيد رئيس الجمهورية لأنك أخطأت المرمى في هذه المرة، وأن المنظمة الوطنية هي وطنية معناها غصبا على كل إنسان. ما نستنوا في شهادة من رئيس الجمهورية أو غير رئيس الجمهورية. من يحترمنا نحترمه، ومن لا يحترمنا لا نحترمه مهما كان موقعه. وانت زادة سي راشد الغنوشي خذ بايك واللي يحكي على ربع ساعة خدمة ونقول له انت حتى دقيقتين مش تحكي مش تخدم فيها، معنا رئيس مجلس نواب الشعب، ونقول له انت جزء من السبب البليغ كما في كل مؤسسات الدولة وكلها فهمني صار حكاك. فكل يلزم كل انسان يحترم نفسه على الاقل، ما نجمش يقدم للبلاد، يبعد على المهاترات ويبعد على الغوغائيين تاعو. يعني الاحترام متهنين عليه غاب، وممكن يغيب الحوار سواء كان وطني والا لا وطني، بالرغم اللي كانت الناس في 48 ساعة الأخيرة فرحانة بالبوادر الإيجابية. وحتى أشد منتقدي الرئيس كيف محمد الحمروني الكرونيكور في التاسعة اللي مستعد يتحول من سيدي الشيخ يا ما بنك، سيدي الشيخ ما احلى سرك، سيدي الشيخ يا ما سرك، نحبك ونموت عليك، للنقيض تماما ويولي أكثر من صنبل أغا. أي راهو هو اللي قال أنا شخصيا ربما يلوم علي البعض أني أنتقد الرئيس، خليني نولي صنبل أغا يا سيدي، خليني نولي نهار كنا نمدح فيك مش مشكل. لكن بعد البوادر أنه الرئيس بدل رأيه اندم، لكن فات الأوان سي محمد، والكلمة كبش فيها هيكل المكي واستعملها ضده ودار النقاش بيناتهم بكل احترام. أكيد كنا أنه يكون أنه الرئيس أنه الرئيس أنا يقبل على عجل هذا الحوار مش وخلي أنت هو قبل وخليك وقبل أنت تنفذ ذلك تلك الأمنية وذلك العهد اللي قدمته البارح. وجهك منور أكثر مني وأنت تقوم بها خير أكثر مني. أنت الموالي للأتراك والسنب الآل. والأكيد أنه أهم حاجة في الانتقال الديمقراطي هو القبول بالآخر رغم الاختلاف، وديما كل شيء يقعد في إطار الاحترام. عنا عقلية متاع قبول بالآخر بما هو مختلف. شكون يكذب على التوانسة؟ برشا سياسيين كما فيهم انتوما. شكون يكذب؟ بما فيهم انتوما. احنا أكثر ناس صادقين، أنتم الكذابين. أكبر كذابين. تمكنوا وكتروا. يا والله حوال، ما الحالة وما البلاد. البلاد هذه مربوطة بالتل، الفار يحل والقطوس يسكر ولا شنو؟ البلاد هذه فيها شكون يحكم؟ مسيبة هاملة البلاد هذه. حاتم المليكي يعطي زوز نصائح للسياسيين، النصيحة الأولى كمبس في السياسة ما تكمبسش في الوطن. والنصيحة الثانية من غير ما نفذ حرواحنا، من غير ما نزيدوا نعرف روحنا عندنا، وغير ما نبقوا ماتير نتاع اعلام في العالم الكل. بون صيحته حر فيها في بعضهم، اما مش مدخل الاعلام في الحكايه. وللخطاب الاعلامي دور هام في هذا الوضع. مرحبا بالسيده الوزيره، كلامك خرجته عن سياقه، اما حتى في السياق هذا صحيح، خاصه وانه في اعلامنا نراه ونسمعه في يعني حاجات غريبه الحقيقه، ماهيش برشا باين. نراه ونسمع في زملاء ولو ابواق الاحزاب والشخصيات. للزملاء هذوما نقول لهم كيما قالوا ناس بكري وقتاش نولوا شرفة جملة ينعم بوها الخدمة الحرفة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.